ليس بالحدث البسيط أن يأتي الرئيس الإيراني لأول مرة صح إلى السعودية. إلى السعودية هذا حدث مهم. وسيلتقي طبعاً يعني طبعاً العاهل طبعاً. السعودي هذا أولاً يشكل تفاهم إسلامي إسلامي بين ما مجموعه بين دولة منظمة أكثر من 62 دولة ومنظمة. هذا الأمر ليس بالسهل. الأمر الثاني هناك مطالب واضحة خرجت من منظمة المؤتمر الإسلامي التي انعقدت على مستوى وزراء الخارجية في جدة كما أعتقد قبل أيام. لذلك هناك شيء يبنى عليه. لا يمكن للولايات المتحدة لا يمكن للمجتمع الدولي أن يتجاهل الكتلة العربية والكتلة الإسلامية على مستوى الرأي العام الدولي. أضف إلى ذلك هناك التأثير الاقتصادي لهذه الدول إمكانات هائلة إما يتعلق بالنفط أو ما يتعلق بالغاز أو ما يتعلق بالاستثمارات إلى ما هنالك.